مش يعني هم يعني مش همك، نجحتي. مين بقى اللي مصر عليا ولا هاخدها غصب عن اي حد؟ الله يرحمه نجيب سرور، يا حبيبي الله يرحمه. اخدني وعمل بيا هاملت. قعدنا بقى نعمل هاملت، انا كنت بعمل جرترود ام اوه ما انا عملت جريترود برضو، انا عملت جريترود على المسرح والله. طبعا اللي هي الام الملكه وبتاع، وبقينا نعمل في قاعات الفن اللي ورا هانو وحاجات كده، فكنا بنعمل دوت يعني ايه. اتعلمتي كمان تمثيل، وبقى انا فاكره انها هوايه هو اللي بعد علمني، الباليه. طيب هو اللي علمنا الاخراج. طب يعني لا ايه تخرجي؟ ايوه، لما حضرتك تبقي خريجه المعهد العالي للباليه والمعهد العالي في المسرحيه وطموحك انك تبقي بطله اعمال، عايزه اعرف نفسيا يعني احساسك وانتي ما خدتيش حقك بقى، انتي ست دارسه مش مجرد ان انتي هوايه كده بتقولي نفسي اطلع في التلفزيون، يعني ست دارسه 4 سنين فنون مسرحيه واربع سنين باليه، 8 سنين في الاكاديميه، ايوه وتستاهلي تبقي من بطلات المسرح القومي مثلا وبطلات السينما وبطلات. عايز اعرف احساسك وانتي مش الادوار كلها، الحقيقه ما فيش دور ساعدك، انتي دايما انتي اللي بتساعدي الادوار. ما اعرفش، ما اثرش معايا في حاجه، على اساس ان انا ببقى سعيده بالدور مجرد انه يجيني. انا عارف ان انا هعرف يعني ايه، يعني أعمل حالة. هعمل حاله يعني ايه. ما فيش حاجه اسمها دور صغير ده هيصغرني، لا ده هيقللني، لا انا اللي بكبر، انا اللي بخلي الدور له طعم. ما تمام. دمت بقدر اعمل ده، فما عندي حته ثقه، الحمد لله ثقه في الله طبعا. يعني دي اول حاجه. يعني تاني حاجه يعني ما دققتش، يعني الشغل اللي هيجيني انا هنجح فيه مش ضروري، وفعلا نجحت فيه. والناس بقت تقول لي هي ساعات الادوار بتبقى صغيره بس مأثر، ما طبعا وحافظين المشهد طبعا ويقعدوا طبعا. يسمعوا لي. قلت انتوا قروبه، انت لا جوية وانتي شاطره جدا ما شاء الله على وتقعدوا حضرتك. يقولوا لي الحاجات دي، فببقى سعيده جدا طيب باللي بسمعه. في الفترات اللي حضرتك ما اشتغلتيش فيها كنتي تعرضتي لمحنه كده لوعكه صحيه لوعكه شويه صحيه كده. وما فيش تمثيل، احساسك كان ايه؟ لا الحمد لله، يعني سبحانه وتعالى، ما هو ربنا اللي بيشفي، يعني ونعم ربنا بالله الشافي. طبعا. فانا قعدت بتاع سنتين، بنتي كانت ايه يعني عارفه، عامله عليا كماشه، لا ما حبيبتي تنزليش، هي خايفه طبعا خايفة طبعا عليا عليكي. لان هي واقفه جنبي لا ما تنزليش، ما تقفيش، ما تتعبيش يا بنتي، سيبيني. انا بيجيني اوردرات وبحب اعمل استخاره على اي شغل يجيني، لازم اعمل استخاره لله. فيعني ايه، انا حابه اتعالج والحمد لله، وهبقى نفسيا كويسه، سيبيني انت هم ما اللي يعرفوش اشتغل. ان التمثيل هو العلاج، يعني وبعدين لازم انا يعني ايه، يعني الوعكه الصحيه دي، لكن كنت بتعالج طبعا بعد الشفاء لله وبعد ونعم الله. بالله. يعني احب ان انا كنت اذكر يعني بمناسبه الوعكه الصحيه دي، اشكر دكتور اشرف زكي رقيب الممثلين بصراحه، وقف جنبي ما سابنيش محتاجه.